اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وجه دلوقتي ميعاد فقرتنا الجويه، وبتتوقع هيئه الاقصاد الجويه ان يبقى فيه استمرار في انخفاض درجات الحراره، والطقس هيكون معتدل في النهار على القاهره والوجه البحري مع طقس لطيف على السواحل الشماليه الغربيه، ومعتدل على السواحل الشماليه الشرقيه وجنوب سيناء، لكن الرياح هتكون نشيطه وممكن تؤدي لاضطراب الملاحه البحريه. كمان بيتوقع الخبراء طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد مع استمرار زياده فرص سقوط امطار خفيفه على الوجه البحري والسواحل الشماليه، ولازم ناخد بالنا ان الجو هيكون برد بالليل في اغلب من مناطق الجمهوريه. تعالوا دلوقتي مشاهدينا نتعرف على درجات الحرارة، وهنبتديها كالعادة من محافظة القاهرة، وبتسجل العظمى في القاهرة 26، أما الصغرى بتسجل 18، الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 21، مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 17، أما بورسعيد فالعظمى 26 والصغرى 21، دمياط العظمى 25 والصغرى 20، الإسماعيلية العظمى 27 والصغرى 18، السويس العظمى 26 والصغرى 19، والعريش العظمى 29 والصغرى 20. نروح دلوقتي لطابة، وبتسجل العظمى في طابة 24 والصغرى بتسجل 23، أما سانت كاترين فالعظمى بتسجل 18 والصغرى 10، ودي أقل درجة معانا النهاردة. أما شرم الشيخ فالعظمى بتسجل فيها 28 والصغرى 24، الغردقة العظمى 28 والصغرى 23، الفيوم العظمى 26 والصغرى 18، بني سويف العظمى 26 والصغرى 18، المنيا العظمى 29 والصغرى 19، أما أسيوط فالعظمى 26 والصغرى 19. نروح دلوقتي لسوهاج، وبتسجل العظمى في سوهاج 27، أما الصغرى فبتسجل 19، قنا العظمى 28 والصغرى 20، الأقصر العظمى 29 والصغرى 20، أسوان العظمى 29 برضو والصغرى 21، الوادي الجديد العظمى 28 والصغرى 17، وأخيرا حلايب العظمى 28 والصغرى 26.